عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. حسين من حي أهلي. مرحبا. باش نحكيو اليوم على تجارب السجن معاك. انت قداش بقيت في السجن؟ انا قداش بقيت في السجن؟ ربطية لولا 6 شهور. قداش كانت؟ ربطية لولا انايا بالكل في الإصلاحية 4 شهور. قداش عمرك وقت؟ وقتها في الإصلاحية 18 سنة. تفهمني فيا؟ شنو عملت؟ شنو عملت؟ من عمل الظلم؟ ظلم. أنا يعني ناخذ تليفون مسروق حطيت فيه بيوسي. تفهمني فيا؟ علاش هو شيء؟ أي تليفون مسروق رجعوه، علاش يهزني أنا للحبس؟ أنت كي هزيتني هكا هزيتني للإصلاحية. أنا من الإصلاحية طلعوا بيا ديريكت للحبس، كملت حكمي غادي. تفهمني فيا؟ يعني أنا كي وصلت للحبس قلت يا ربي يا زعما كيفاه باش نعيش معاهم يعني. المرة الثانية عديت فيها 9 شهور. شنو هي القضية؟ شدوني في منشي بالي وانا قاعد نشربوا في الجنينة واحد ومعنا طفل وهما جاوا وهبطوا وقفوا الموتورات وكذا. شفما فرتونا نحن وحبوا يهزوا الطفل. عليها باش تهز هالطفل يعني. رجعت انا للعون نتاع الامن. تحتي انا شقفت تفهمي فيا. نزلت عليه في رانس وندهت على روحي تفهمي فيا. هو على خاطر اللحظة هذيك هو ماهوش عاون أبن خاطر ما غير زي. أما هو حب يعمل السلطات نتاعو. والمرة الثالثة؟ المرة الثالثة ماني قلت لك عاد من الإصلاحية هزوني ديركت. فهمت كيفاه؟ من الإصلاحية الثالثة. هذيك أول مرة وأنا في الإصلاحية خلطت علي القضية نتاعي هذيك اللي حكيت لك عليها. في نعود نروح من الإصلاحية روحوا بيا للمرناقاي. فهمتي تو كيفاه؟ وفي في المرناقاي حاجات أخرى بالرسمي راهي حاجات أخرى. ما تتوقعش على كينا كيفاش؟ فرش 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 يرقد واحد اللوطة وواحد في الوسط وواحد الفوق. لا يجيبوا ترمى منا يلصقوهم لبعضهم ولوا يرقدوا 5 الفوق و5 الوسط و5 تعمل لي هكا. ريتي فرنسا تبعث الكل مربوط تونسي يوميا 32 دينار تونسي. شو تجيب لك انت المرنقايه؟ شو تجيب لك 5 باكيات وقالب صابون اخضر باش تغسل به دبشك. تفهم فيه؟ ويزيد يدق عليك في الليل يجيب لك وحده معجون. انا نضربوا بها كعبه المعجون ما نخويا. قمع بالرسمي قمع. انت نورمالمون كي فرنسا بعثت لك 42 دينار. معني هذاك راهو باكو دخان الكل عاون الكل مربوط باكو دخان ابار الشامبوان نتاعو وابار النظافه نتاعو وابار برشا حاجات. تفهمي فيا اختي؟ كي يتفكوا هذا ما الكل وما تتلقاوش اش تعمل العبيد؟ غادي اش تعمل؟ تكبس راني انا عندي زاده كبسه تكبس والعروق نتاعها من لازم تتقطع. عملتها هذي؟ عاملها. تطلع الكل هالمرافع باف 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 كلها تضرب بعض. إيه علاش؟ متلتنا ما تجينيش. كيفيه انت تفك لي؟ ما تفك ليش؟ شكونك انت باش تفك لي؟ ها عندي ولد حومتي. لكن كي تعمل هكاك شكون خسر؟ انت خسرت صح. ما كانش هما يقتلوني انا. يعني. إيه ما صحتك هذيك. صح. انا قتلوا لي شهرين التالي قتلوا لي ولد حومتي ربيع في الحبس. انا ولد حومتي ربيع صح. انا لا اله الا الله محمد رسول الله ريت ربيع عاملين له 4 من انتيات هكا صح. ربيع راه عمره 19 سنه صح صغير. انا ما زلت كي روحت من بحذيه هما جابوه تو انا روحت من بعده بنهارين ربيع. وعندنا زاد شكون 100 مهدي في الحومه عندنا من بيعات هذي. تفهمي فيه؟ خالته راه الحاكم واحد ضربوا الحاكم هرب على روحه هزوه للسبيطار قعدنا في الكوما 4 ايام هكاك 5 ايام. البارح نجري ونعيط الله اكبر انا ورساح بالرسمي ويقول لك كيفيه تموت وكيفيه تمشي للعباد الحبس وكيفاش وكيفاش وكيفاش. انت باش تشديني باش تهزيني للحبس هزيتيني للحبس ما حشتوش بيا انا هو حشتو بالاربعة وثلاثين اللي باش تبعثهم فرنسا. تفهم فيا؟ تدخل حرابش
الحرام. ونحكيوا على المخدرات داخل السجن. حابس يعني باش نحكي لك، كي تدخل الحرابش فما حاشيك هذا ما نعيطوا لهم على الصافر نحن تاعنا، تفهم فيا؟ يفكوهم اش كنت تمشي. كيفاش تدخل المخدرات للسجن معناها؟ كيف تيجي حوت، اما تفرقيها بالريحة، الريحة هي اللي تفرقها. تفهم انت في الحاجات هذوما؟ بيها مالا تو هكا كي نحل انا البيكة نشمها نعرفها تك ورجعها. تفهمي فيا؟ فما عباد تطيح وفما الكبران اللي في البيت. قلت لي انت تفهم بالريحة معناها في المخدرات. اي بالطبيعة يا اخي، واحد كيف باش يعرف السكرية نتاعو؟ هي تجي خمسة سكريات داركم يبعثوا لك خمسة سكريات. الخمسة سكريات هذاك لازم فيهم واحدة مخدرة. انت داركم يعملوا لك في الشيء هذا؟ هذا على هذا، هذا على هذا، يعملون يعملون ايه يعملون. امك معناها تحضر لك الحاجة هذيا ولا شكون؟ هم هما يغوروا علينا فك على 34000 ونحنا كي توصلنا الحكاية هذيك وجياتنا نحنا نولوا نخدموا فيهم هما مش هما حاطين علينا العسة. فهمت كيفاه؟ خاطر زادها راهي بيدها العوين، العوين بيدها تستعمل معناها، ما عندي مناش نخاف راهو صح، العوين كلها راهي تستعمل. مش الكل بالطبيعة. كل بلاصة فيها الباهي والخايب. نحن السوشو، نحن. نحن. نحارب شو مدخلين لها في حياة، تفهمي فيا؟ وفما ساعات تجيك عوين يقول لك ما خليتليش بايتي. هاي وين ماشي؟ السلاح والسجون ما فماش، فما السجون والاسلاح. لا هي الفايده منها المخدرات؟ المخدرات ويا ربي تشد عليا ويا ربي تشد عليا ويا ربي تشد عليا. المخدرات راهي ماهيش حاجه باهيه، والحبس ماهوش حاجه باهيه. اما شنيا اللي ضرتنا في الدنيا هذه الكل؟ البلاصه هذه، البلاصه هذه تونس ريتها من الطرف للطرف هي اللي ضرت. يمكن انا تو متعدي انت ناطرولك تليفون، انا نجري وراك ونرجعو التليفون، تفهمي فيا؟ عبد اخر ليه يمكن ما يدخلش روحه، تفهمي؟ انا تو مروح مثلا ما عنديش حق الدويه نتاع امي، الدويه نتاع امي ما عنديش، والدويه نتاع امي انا ب 270000 حربوشه. كي ندخل انا ونلقاها ما عندهاش هي الحربوشه هذيك، وانا تو عمري 24 سنه. تفهمي فيا؟ نمشي نجيب على الحربوش هذيك، من لازمني نعمل هكا وهكا وهكا باش تتلز؟ ليش ما تبروش راهو للسرقه؟ مانيش نحكي لك على السرقه. لا نخرج نصرافي، نهز تليفون من عند هذاك، نبيعه نعاود نرجعه، نهز تليفون من عند هذاك، نهز امبي، نهز اي موضوع. معناها مانيش نحكوا، انا نحكوا على الشيخ راه. مريقلي اللي يجيك ويقول لك بيع لي شيختي راهو يكرهك. اللي يجيك ويقول لك بيع لي شيختي هذاك راهو يكرهك. انا متعلم راه. ممكن انت تحكي في حكايات انا ما نفهمهمش بك. اخر مره وقتاش خرجت من الحبس؟ اخر مره قبل الريفيون، قبل الريفيون اخر ربطه يلي. قاعد تحاول انك تبعد على الحاجات الخايبه؟ قاعد نحاول باش نبعد على الحاجات الخايبه، وقاعد نمشي وندبر راسي برت حلق الوياد برت رادس منين باش تجيني البيعه نطلع. تخمم باش تحرق؟ نخمم باش نحرق، على خاطر البلاد هذيا بالرسمي راهي لهنا، والله بالرسمي لهنا. مش نتاع معناها نحب نعرس ونحب نجيب الصغار ونحب لهنا في تونس ما تنجمهاش، لهنا في تونس ما تنجمهاش. انت تنجمي تو تعرسي في البلاد هذيا؟ تنجميش صحيح ولا لا؟ يمكن مالي انا كيفاه باش نعرس وغيري وغيري وغيري. كلمة الختام ان شاء الله الامه هذه الكل العربيه، ما ندعوش على رواحنا بركه، الامه العربيه الكل تقف مع بعضها ونولوا يد واحده، سيب علينا من اللوبيات وتنعيش، وتونس راهي باهيه ونسلي فيها باهيه، ونسي اللي في تونس امي منهم، تفهمي فيا؟ اما فما شويه لوبيات ما حبوش يحشموا على رواحهم، وقت يجي الوقت وقت يطبق عليه الشعب. شنو تنصح الشباب على السجن؟ انا السجن مشيت له،
راهي ماهيش حاجه بيها، عندك لهنا وعندك لهنا راك تعيش، اما راهي ماهيش بيها من الاخر. شكرا. انا حاجه مجربها طلعت خايبه، وشفت عبيد كيف قاعدين يتعاملوا معاه خايبه، معناها علاش باش نقول لك انت بري امشي.